ابني مش بيرد عليا لما بنادي عليه. انا نوران شاكر، حاصل على ماجستير في التربيه الخاصه، وحاليا بدرس في فلوريدا انستيتيوت اوف تكنولوجي علشان ابقى محلله سلوك معتمده. السؤال اللي انا ابتديت بيه ده، في اهالي كتير ولاد عندها اوتيزم بيسالوه، طيب نعمل ايه؟ اولا لازم نبطل نربط اسم الولد بطلبات. يعني ايه؟ يعني لازم نبطل كل ما نناديه نطلب منه حاجه. محمد روق اوضتك، محمد اقفل التلفزيون، محمد خلص طبقك، محمد اغسل سنانك. ده لو انا ام. لو انا ثيرابيست في سيشن بلاقي الكلام ده برضو بيحصل. السيشن بيبقى شكلها كالاتي: محمد ستاند اب، محمد شو مي ريد، محمد وير ذا كات، محمد تاتش نوز، محمد سيت داون. اسم محمد على طول مرتبط بطلب. كل ما بنادي على الولد كل ما بطلب منه حاجه، فابتدى الاسم يرتبط بحاجه غير محببه. انا كل ما هسمعه ايه اللي هيخليني ارد؟ ما انا كل ما حد بينادي عليا بيطلب مني حاجه. طيب فانا هعمل ايه؟ يبقى انا لازم اكسر البيرنج ده اللي ما بين الاسم والطلب. هعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه في البيت هبطل اربط الاسم بطلب. يعني ايه؟ لو انا عايزه حاجه من محمد مش هقول له يا محمد اعملي الحاجه الفلانيه، انا هروح قدامه واشاور له واقول له اعمل كذا. هقول لكل الناس اللي في البيت ان انا مش هنادي على محمد علشان اطلب منه حاجه. دي اول خطوه. تاني خطوه هروح جايبه كل المعززات اللي محمد بيحبها. محمد بيحب الشيبس، ومحمد بيحب مش كل المعززات اللي هو بيحبها هجيبها. واعمل ايه؟ هاجي مثلا ومحمد قاعد بيتفرج على التلفزيون، هروح قاعدة وراه، هروح منادية عليه واروح مدياله تشيبس. That's it. انا بنادي عليه علشان اديله تشيبس، علشان اربط اسمه بحاجة محببة. ليه؟ علشان ابتدي reinforce the behavior ان هو يبصلي، ان هو يبتدي يستجيب لاسمه. هفضل اكرر هذا الموضوع، هفضل كل ما نادي محمد اديله حاجة هو بيحبها بس. تاني علشان اكسر البيرنج اللي حصل ما بين اسمه والديماند. هو بالطريقة دي كل ما هيسمع اسمه هيبتدي يعرف ايه ده؟ ده انا اسمي بيجيب حاجات كويسة. انا لو رديت على اسمي وبصيت هاخد حاجة كويسة. المرحلة دي هتستمر شوية لحد ما ابتدي اعمل prompt fading. يعني ايه اعمل prompt fading؟ يعني بدل ما انا ببقى قاعدة وراه وبخبط عليه كل ما بناديه، ابتدي ما اخبطش على كتفه، ابتدي شوية شوية ابعد وما بقاش قاعدة وراه لغاية لما اوصل لأوضة بعيدة وانادي عليه. طبعا كل ده والمعزز مستمر، كل ما بناديه كل ما بديله معزز، وفي نفس الوقت انا موقفة الطلبات اللي بتبقى بعد اسمه. ستيل ما بطلبش منه اي حاجة بعد ما بنادي اسمه. كل اللي انا بعمله ان انا بناديه وروح مدياله معزز. الكلام ده برضو لازم يحصل في وقت السيشنز. فلو الام ابتدت الموضوع ده في البيت لازم تروح تقول للثيرابيست اللي ابنها بيشتغل معاه، لو هو بيروح سنتر او بيروح مدرسة او وتبتدي تقول له نفس، تبتدي تقول لهم نفس الكلام، وتبتدي تقول لهم على الاستراتيجي اللي هي ماشية بيها، علشان هما الاثنين في الاخر يوصلوا لنفس الجول ان الولد يرد على اسمه بس. وهي دي الطريقة. شكرا. مرسي.